قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابتداء أنت
إذا التزمت بآداب الإسلام والتزمت بشرائعه وشعائره وأظهرت معالمه بين الناس كما ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت داعية صامتا، فلربما تأثر بك فئام من الناس وأقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى وأنت صامت لم تكلمهم بشيء. ثم تحرص بعد ذلك على أن توفر قسطا من العلم يمكنك من دعوة الناس إلى الخير، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. فأنت يا أخي الحبيب تستطيع أن تدعو إلى الله في أماكن لا يستطيع أن يدعو فيها الخطباء والوعاظ والمدرسون، والدعوة إلى الله ليست حكرا على الذين يتحدثون في المساجد ويلقون المواعظ والدروس، الدعوة إلى الله ليست حكرا على خطباء المنابر، الدعوة إلى الله ليست حكرا على أئمة المساجد وإدارة المسجد، بل هي واجب على كل فرد منا. أنت أخي الحبيب تستطيع أن تفعل ما لا يمكنني فعله، وأضرب لكم مثالا، أضرب لكم مثالا، قد يكون من بيننا مثلا هذا مثال، من تخصص في دراسة الفيزياء مثلا، قد يكون من بيننا من تخصص في دراسة الفيزياء، أنا لا أجيد هذا العلم ولا أتقنه، أستطيع أن أحدد لك عن مسائل في كتاب الله وفي سنة رسوله وما إلى ذلك. ثمة كثير من الأمور التي يدعمها العلم ثابتة في ديننا، هذه يستطيع أن يشرحها الفيزيائي بطريقة لا يستطيع أن يتحدث وأن يقول لها أهل العلم كله، وبالتالي هذا الذي قد تخصص في دراسة الفيزياء يستطيع أن يقول ما لا يستطيع أن يقوله أهل العلم، ويستطيع أن يدعو فئة من الناس لا تقتنع إلا بطرح معين. كثير من الناس لا يقنعه من الكلام إلا ما كان منضبطا وفق قواعد علمية صحيحة، فالذي قد درس هذا العلم يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع فعله غيره. كذلك ربما كان من بيننا من تعلم لغة لا يتقنها الخطباء أو الوعاظ أو الدعاة، ربما كان من بيننا من تعلم اللغة الألمانية مثلا، هذا يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع الداعية أو الخطيب أو الواعظ أو الإمام فعله. كذلك أنت أخي الحبيب ربما كنت تلج مكانا لا أستطيع ولوجه، ربما كنت تدخل إدارة لا تأتيني فرصة حتى أدخلها ولا تأتي الواعظ فرصة لكي يدخلها، فوجودك في هذه الإدارة أو في هذا المكان أو في هذه المدرسة أو في هذا المعهد يحتم عليك أن تنشر دين الله سبحانه وتعالى، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تدافع عن الإسلام. ذلك أن الإسلام كما لا يخفى عليكم في الآونة الأخيرة يتعرض لحرب ضروس، ويتعرض لحملة تشويه وتخويف. وما قصة أمير المؤمنين المزعوم عنكم بذلك؟ خرجت علينا ممثلة تدعي أن أهل الإسلام قد اتخذوا أميرا للمؤمنين، ثم بعد ذلك اعتذروا وقالوا لم تركب، وهي حملة طويلة لحلقة من حلقات حملة التخويف والتشويه من دين الله سبحانه وتعالى، وهي حملة قديمة ليست حديثة، هذه الحملة قديمة وضاربة في القدم. فرعون ماذا قال؟ وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاطب قومه يحذرهم من نبي الله موسى، ماذا قال لهم؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون تظاهر أن الحق والعقيدة السليمة التي قد جاء بها نبي الله موسى فيها فساد وفيها ما يخاف منه على دين أولئك الناس، فجاء فرعون في صورة الناصح الأمين المحذر. كذلك نجد الفراعنة في هذا الزمان
ينتهجون نفس النهج. وزوال طاغية هذه البلاد لم يزل معه النظام الفرعوني، ما زال قائما. فالفرعون القديم كان يسب أهل الإسلام ويشوه صورتهم ويخوف الناس منهم، والفراعنة الجدد كذلك شأنهم يخوفون الناس من الإسلام ويحرضون على ذلك أجهزتهم الإعلامية وأزلامهم من الفنانين والمغنين وما إلى ذلك. دور المسجد إخوتي في الله أن ينشئ دعاة إلى الخير تنسف عمل هؤلاء. يعملون ويجتهدون وينفقون من أموالهم وأوقاتهم وجهودهم وعرقهم وأتعابهم في سبيل الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. المسجد ينشئ أناسا يعملون وينفقون من أموالهم وأوقاتهم وجهودهم وأتعابهم وعرقهم في سبيل نشر الخير ونشر الفضيلة، وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وفي سبيل الدفاع عن الإسلام، إخوانكم في حي الخضاء قاموا بتجربة طيبة. هذا أيضا أدعو أهل هذا المسجد أن يكونوا من باب الدعوة إلى الله. يدرسون أبناء المسلمين دروس تدارك في موادهم الدراسية بالمجان في المسجد. الذين يدرسون في المعاهد والمدارس يقدمون إلى المسجد فيجدون أساتذة يدرسونهم المواد الرئيسية بالمجان. هذا أيضا أمر يستطيع أن يقوم به ما لا يستطيع الواعظ والخطيب أن يفعله. لو كان من بينكم أستاذا مثلا يستطيع أن يفعل من الخير ما لا يستطيع الواعظ والخطيب أن يفعله. في السابق كان الناس يحجمون عن التقديم لدين الله سبحانه وتعالى بحجة كونهم يخشون سطوة الطاغوت الذي قد هرب. الآن هرب هذا الطاغوت ولا مجال للخوف في أن نقدم لدين الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل واحد منا أن ينبري لنصرة هذا الدين. واعلموا إخوة الله أن دين الله عز وجل منتصر لا محالة، وهذا أمر علينا أن ننتبه له. الإسلام ليس مفتقرا لجهودنا حتى ينتصر، بل أنت مفتقر إلى الإسلام ولمناصرته حتى تفوز. الإسلام منتصر بنا وبغيرنا. لو لم نناصره نحن استبدل الله بنا قوما آخرين يناصرونه. رب العالمين يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله عز وجل منتصر لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تليم بن أوس الداري مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقي الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل. فالإسلام منتصر لا محالة، والإسلام سيسود لا محالة، والإسلام قادم لا محالة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا الإسلام إخوتي بالله سينتصر أحب من أحب وكره من كره. فخذ لك مكانا في صف الذين يناصرون دين الله عز وجل. شد بلاصتك، خذ لك مكانا في صف الذين يناصرون دين الله عز وجل حتى تفوز بالخير والظفر. فإن الإسلام منتصر بك أو بغيرك، والقضية ليست قضية انتصار الإسلام بقدر ما هي قضيتك أنت. هل ستكون من الذين يناصرون الإسلام حال انتصاره، أو ستكون من الذين يحاربون الإسلام ثم في الأخير سينتصر، أم ستكون من الذين يخذلون الإسلام
لا يقدمون له شيئا، يصبحون يأكلون يشربون ينامون ثم يموتون، لا يقدمون لدين الله سبحانه وتعالى شيئا، لا يقدمون لهذه الدعوة التي لم تصلنا إلا لما رويت أراضينا بدماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد الإخوات دخلها سبعة من الصحابة. سمعنا بغزوة، بغزوة من يعرفونها؟ بغزوة العدد إلى تسلم. فدماؤنا فبلادنا قد رويت بدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى تصل هذه النعمة العظيمة العبادلة السبعة. العبادلة جمع عبد الله، سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها عبد الله، من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، غزوة العبادلة السبعة. فقلنا حتى تصل إليك نعمة الإسلام على طبق، قد بذل الصحابة في سبيل هذا الأمر مهجهم وأرواحهم ودماءهم وأموالهم وأتعابهم وجهودهم وعرقهم حتى صرت أنت الآن مسلما، ونحن ولله الحمد نسمع الآذان في بلادنا والناس المسلمون يدينون بالإسلام وعلى منهج أهل السنة. ليس عندنا في بلادنا عقائد أخرى ولله الحمد. حتى مسألة المحافظة على صفاء العقيدة بذل في سبيلها أئمتنا وعلماؤنا ما بذلوا في السابق. لو كنت قد طلعت على زمن الدولة العبيدية المسمى زورا بالدولة الفاطمية، هذه الدولة ماذا كان دينها آنذاك؟ دين الشيعة الروافض القرامطة الذين يؤلهون علي بن ابي طالب، هذا كان دينهم. شعب هذه البلاد هل اتبع هذه الدوله في دينها؟ الجواب لا، بقي سنيا مالكيا. شعب هذه البلاد بقي سنيا، لماذا؟ لانه قد امر انذاك جمله من اهل العلم، منهم ابن ابي زيد القيرواني في القيروان، ومنهم في تونس من؟ ما حسب النقطه. قد امر جمله من اهل العلم يبينون عقائد الناس ويذودون عن حياضها حتى حافظ هذا الشعب على عقيدته، حتى حافظ هذا الشعب على عقيدته. كذلك الطالب السابق كم أنفق من جهد ومال وكم فتح من سجون ليحارب دين الله عز وجل، في الأخير ماذا حدث؟ انظروا إلى مساجدنا كيف تنشرح بالرواد. فالناس ولله الحمد في هذه البلاد يحبون دينهم ويحرصون على التشبث به. وأنت يا أخي الحبيب المطلوب منك هو أن تذكرهم بما هم عليه أصلا. أنت لست محاطا بجملة من اليهود أو النصارى، أنت محاط بمسلمين ولله الحمد. بقي عليك أن تذكرهم بالإسلام. كثير من الناس يقول لك ماذا تريدون أن تفعلوا؟ أتريدون أن تغيروا المجتمع؟ نحن لا نريد أن نغير المجتمع، إنما نريد أن نرد المجتمع إلى أصله. تريدون أن تحجبوا المرأة ستغيرون المجتمع، لن نغير المجتمع، هذا هو أصل المجتمع هذه البلاد. لو طلعتم على الرسوم التي ترسم هذه البلاد السابقة، كل امرأة تجدونها تلبس ماذا؟ فساد، وتضع فوقها ماذا؟ خمر الأعجار يسمونها، الذي يسمى في الشريعة بالنقاب. فأهل هذه البلاد فيهم نقاب وفيهم نقاب وفي المسائل هذه. أضحكنا مسؤول منذ فترة قال لا نقبل أن يدخل البنات على الطريقة الأفغانية، وجداتنا هل كنا أفغانيات؟ عند سبحان الله جدة أمي حدثتني، أمي قالت حتى جدتي قالت لأمي كانت لا تخرج بتاتا من البيت إلا إذا لبست سفساري ووضعت ما يسمى الخامة أو العجلة تغطي وجهها. هل جداتنا كنا أفغانيات حتى نقول أن هذا النقاب على الطريقة الأفغانية؟ ثم ما لهم الأفغان؟ أليسوا مسلمين؟ ثم الأصل فينا أن نقبل الحق
إذا جاء ووافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء من عند الأبرار وجاءنا حتى من عند اليابان، إذا كان حقا نقبله وإذا كان باطلا نرده ولو جاءنا من أقرب قريب. فقلت الداعية مأموريته سهلة في هذه البلاد، لماذا؟ لأنه لن يسعى إلى تغيير القوم، وإنما هو سيسعى إلى رد الناس إلى أصلهم، إلى رد الناس إلى أصلهم. أنتم ستردون الناس إلى أصلهم، هذا هو أصلكم، أصلكم مسلمون، تؤمنون بالله وبرسوله. حتى الأحكام، سبحان الله، هذه المسألة مهمة جدا، الأحكام التي يتحاكم الناس إليها اليوم هي ليست أحكام إسلامية. متى ألغيت الأحكام الإسلامية؟ متى ألغيت الأحكام الإسلامية في هذه البلاد؟ سنة كم؟ سنة 57، 1957 ألغيت المحاكم الشرعية. كان الناس يتحاكمون إلى المحاكم الشرعية، يجلس القاضي ويقال عندنا هنا في تونس سيدي حاضر يا شكاية، سيدي حاضر يا شكاية، يخرج حاجب القاضي وينادي سيدي حاضر يا شكاية، بمعنى القاضي سيد القاضي حضر أيها الشكات الذين تريدون أن تشتكون أموركم إليه، فيحكم فيهم القاضي بشريعة الله عز وجل. وما ألغيت شريعة الله إلا سنة 57. فكما قلنا هذا المجتمع مجتمع قد تأصل فيه الإسلام عبر التاريخ، ولا يمكن لبورقيبة أو بن علي أو حتى من يأتي بعدهم أن يلغي الإسلام عن هذه البلاد بجرد قلم، يمسك قلما ويلغي الإسلام، لا يمكن لأحد أن يفعل هذا، أليس كذلك؟ فقلنا لا تكون فرقتين، فرقة تعمل لدين الله وفرقة تشاهد وأحيانا تشوش، أحيانا فرقة لا تكتفي فقط بالمشاهدة بل تشوش. وكما قلت الحق سيصل إلى الناس بعملك أو بدونه، بتشويشك أو بدونه، فكن من الذين يوصلون الحق ولا تكن من الذين يعرقلوه، كن من الذين يعملون للحق ولا تكن من الذين يشاهدون، لا تكن من الذين يشاهدون. هذا بالنسبة إلى مسألة دور المسجد، إلى مسألة دور المسجد في الدعوة إلى الله. من أدوار المسجد أيضا تعليم الناس أمر دينهم، تعليم الناس أمر دينهم، وقد كان هذا الأمر ممنوعا في الزمن السابق، هذا الأمر كان ممنوعا في الزمن السابق. ويا إخوة انتبهوا جيدا، من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. الآن لو ذهبنا إلى المقاهي كيف سنجدها؟ سنجدها فارغة أو سنجدها ملأ؟ ولو سألتكم هؤلاء الذين هم في المقاهي أليس منهم كثيرون كانوا معنا في صلاة المغرب؟ أليس كذلك؟ كثير منهم كانوا معنا في صلاة المغرب، يذهبون بعد ذلك المقاهي ويتركون مجالس العلم. في السابق كان الناس يعرضون الأنامل حسرة على غلق المساجد وعدم توفر مجالس العلم، والآن بعد توفرها تراجع الناس يقصرون عن حضور مجالس العلم، يقصرون عن حضور مجالس العلم. وفي هذا الحل ولله الحمد شيخ فاضل، شيخ أنيس، فالزموا غرزه واحضروا مجالسه وانهلوا من علمه، فوالله في الأحياء الأخرى الناس يختطفونه خطفا، يريدون أن يأتي إليه كي يعلمه، أنتم هنا ولله الحمد هو بينكم، فانهلوا من علمه. كما قلت من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر، خرج منها ولم يشعر. إذا لم تستشعروا قيمة هذا الرجل الذي هو فيكم، ربما سبحان الله أتاه مكان آخر وبث فيه علمه، ثم بعد ذلك بقينا نتحسر، ثم بعد ذلك بقينا نتحسر. فقلنا مجالس العلم أصل في الناس أن يحضروها وأن ينهلوا منها، هل نحن علماء حتى نزهد عن مجالس العلم؟ هل نحن مشايخ حتى نزهد عن مجالس العلم؟ ينبغي أن نحضر وأن نحرص على المجيء وأن ندون وأن نأتي بكراريسنا وأقلامنا وندون الفوائد. فالعلم صيد والكتابة قيده،
قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. من أدوار المسجد أيضا إخوتي في الله العمل الخيري الاجتماعي، العمل الخيري الاجتماعي، وهذا كلام أوجهه لإدارة المسجد وأوجهه لبقية المؤمنين. المسجد دوره أن يصلح بين الزوج وزوجته إنهما اختصما، يأتي الزوج بالإيمان. المسجد دوره أن يصلح بين أخوين اختصما، يعني إلى الإيمان. المسجد دوره أن يضبط عدد العاقلين في الحي، حتى إذا ما جاء أو من المصلين، حتى إذا ما جاء رجل يريد أن يشغل شخصا يأتي إلى المسجد يقول عندي مثلا مشروع أحتاج أن أشغل فيه ثلاثة أخوة، من من الأخوة عاقلين؟ لا أبحث كثيرا. هذا دور إمام المسجد، ينبغي أن يكون إمام المسجد راعيا على كل الذين يحضرون الصلاة، وحبذا لو كان راعيا على كل أهل الحي، يعرف فقيرهم والذريهم، يعرف عاقلهم عن العمل والذي يعمل منه، يعرف متزوجهم وأعزبهم. لو أراد شخص أن يزوج ابنته يأتي إلى إمام المسجد يقول له يا إمام أنت هنا تعرف الناس، تعرف أدابهم، تعرف أخلاقهم، فانتخب لي شابا أعزبا حتى أزوج ابنته. هل يشترط أن يكون أعزب ابتداء في شريعة الله؟ فقلنا الشريعة حتى لو كان متزوجا بثلاث أبدا لهم يتزوج، لكن هذا يحرمونه في هذه البلاد ويبيحون مواخير السمان، هذه من المفارقات العجيبة، يحرمون الزواج باثنتين ويبيحون السمان بألفين. على كل حال فقلنا دور المسجد الاجتماعي كذلك، وهذا أيضا سمعت الإخوة قد قاموا به، سمعت من الإخوة أنهم قد قاموا به، وهذا أمر يسر كثيرا، أمر يسر كثيرا. قالوا ضبطوا أسماء الفقراء حتى يعينهم الناس، وهذا أمر طيب جدا، هذا أمر طيب جدا. كما قلت المسجد ليس مجرد معبد يتعبد الناس فيه ويخرجون، لسنا بوذيين نحن حتى نقال، هذا المسجد ينطلق منه كل الخير كما كان الأمر عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإخوة أنهم ضبطوا أسماء الفقراء، وحبذا لم ضبطوا أسماء الأيتام، كان من أهداف الأعمال الاجتماعية كفالة الأيتام، وهذا أيضا قام به إخوانكم في مساجد أخرى، حتى لو ضبطوا أسماء الأيتام، يضبطون أسماء الأيتام ويعلنون من أراد أن يكفل يتيما فليتصل بإدارة المسجد، يأتي هذا الذي يريد أن يكفل يتيما، يأتي إلى إمام المسجد أريد أن أكفل يتيما مثلا أنفق عليه، فينسق إمام المسجد بينه وبين هذا اليتيم. هذا من الأعمال الطيبة التي ينبغي أن تنطلق من المسجد. وإذا ذكرت لكم ما يقوم به إخوانكم في مساجد أخرى فهو من باب التنافس في الخير، ما أجمل أن يتنافس المسلمون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا ما حصل تنافس بين المساجد في باب الخير يرتقي مستوى العمل، وهذا أيضا أريد أن أنبه عليه الإخوة، أن الأعمال التي تقدم إلى الله ينبغي أن تكون على أعلى طراز. نعم أنت لا تعمل بأجر، بس تعمل براتب في هذا المسجد مثلا بالنسبة للجانة للدعوية أو الاجتماعية أو إلى ذلك، بس تعمل براتب، لكن هذا لا ينفي كونكم تحرصون على أن يكون عملكم على أعلى طراز. ليس عملا أنا كذا مجرد عمل بسيط، لا، مثلا أنا لا أرى عندكم هنا مجلة بني عم الطيب، هذه سبقكم فيها كثير من المساجد، يعلقون لوحة مثلا ويعلقون عليها أوراقا تضبط حسب المواضيع تغير كل أسبوع مثلا، هذا فعله كثير من المساجد، مثلا موضوع الأول آية الأسبوع ينزلون فيها شرح الآية، حديث الأسبوع، أخبار المسلمين، صحابي الأسبوع، قصص الأنبياء وهكذا، الناس يقرؤون، هذا أمر طيب، فعلوا كثير من المساجد.
فمحل الشاهد مثلا هذه المجلة ينبغي أن تكون على طراز عال جدا، تكون ملونة، تكون بالخرائط لو وضعت فيها مثلا أخبار المسلمين وهكذا، ليس كونك لا تتقاضى عليها أجرا لا يعني هذا أنك لا تتقنها، لا يعني هذا أنك لا تتقنها. وبعد ذلك إخوتي هذه فكرة ينبغي أن يحرص عليها الإخوة في المسجد، ينبغي أن يفكروا في رابطة تجمع بين رجال المساجد في البلاد كلها. لماذا؟ لأن الأنظمة هذه، الأنظمة التي تحكمنا، هي المفسد رقم واحد لدين الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه؟ فأعظم ما يفسد دين الله سبحانه وتعالى أهواء الملك والسلطان. فإذا ما تدخلت الدولة في مساجدنا من خلال هيئات سخيفة يسمونها بوزارة كذا أو وزارة كذا أو وزارة كذا، أفسدوا علينا مساجدنا. ماذا فعلت وزارة الشؤون الدينية طيلة 50 سنة فاتت؟ ماذا فعلت للمساجد؟ لم تفعل شيئا. الآن سلموا مقاليد المساجد في يد أهلها، أهل المسجد هم الذين ينشطون مسجدهم، ولا ينبغي أن يسمح في المسجد بتدخل الدولة. السابق كان الذي يعين الإمام بالسابق من؟ دخلي سبحان الله، هذا كان أمر سبحان الله السابق. حتى أحيانا تجد إماما طيبا السابق، تجد إماما طيبا على خير عظيم والمؤمنون يشكون فيه. لماذا؟ لأن وربما في الجهات الأخرى أيضا يحسبونه في صف أهل الإمام، فيبقى بين مطرقة السندان. هو الجهات الأخرى تضغط عليه لأنها تحسبه من جملة المصلين، والمصلون يضغطون عليه لأنهم يحسبونه من داخله، فيبقى المسكين بين المطرقة والسندان. فهذا أمر ينبغي أن يتصدى له وأن لا يعود بدلا، وهو من آكد الواجبات على المسلم. هذه نعم قد أنعم الله بها علينا، ومن أعظم شكرها المحافظة عليها، من أعظم مظاهر شكرها أن نحافظ عليها. طيب كيف نحافظ عليها؟ بالحرص عليها، بتطويرها، بتحسينها، بإتقانها، بأن تكون محسنا في عملك في لجان المساجد. في نهاية أشير إلى مسألة مهمة، أشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التلاحم والتحابب بين المسلمين وبين الفئات العمرية، وبين الفئات العمرية. لأنه كثير من الناس يظن أنه ثمة تصادم ربما بين الشباب وبين كبار السن مثلا. قالوا هذا لبعض المسائل، قالوا هذا الشباب لا يفضلون وما إلى ذلك. نحن هنا سبحان الله أين؟ في بيت الله سبحانه وتعالى، وأحكام الله عز وجل تفعل في الأرض كلها، ومن باب أولى أن تفعل بصفة آكدة في بيت الله. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. فنحن في بيت الله إخوة، نحن في بيت الله إخوة. فهل يصح أن تكون أخوتنا مشوبة بالشجار والشحناء والتباغض والتحاسد والمؤامرات؟ أحيانا تجد مؤامرات، سبحان الله، مؤامرات في بيت الله، ظنوها إدارة، تجد مؤامرات، يتآمرون على الشيخ حتى يفشل درسه مثلا، أو يفتك منه يوم يدرس فيه، أو يحرصون على أن يشوشوا عليه، أو تجد مؤامرات تحام، هذا لا يصح بتاتا. فقلت: الشيخ الطاهر في السن في المسجد أبونا، والشاب الصغير والولد والطفل ابننا، والكهل هو مربينا، وهكذا. العلاقة بين أهل المسجد ينبغي أن تكون علاقة أسرية. لو
تجرأ أحد على المساس بأي واحد منا ينبغي أن نهب هبة واحدة، وهذا هو الذي جرأ الطاغوت المخلوع على الناس، أنه سياسته فرع فسد، ودائما يقول تحدث عن نفسك فحسب، تحدث عن نفسك فحسب. فمزق أوصال العلاقات بين الناس، يريدك أن تدخل المسجد فتكون بمفردك. والأصل أن أهل المسجد، بل أعظم من ذلك، الأصل أن أمة الإسلام، الأصل أن أمة الإسلام كلها جسد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو كانت الأمة الآن فيها ما يزيد عن مليار، لو كانت الأمة الآن لازمة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت مستجيبة لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبقى لدولة الصهاينة وجود فينا؟ هل تبقى أمة تذيق بلاد المسلمين سوء العذاب كما يفعلون في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي غيره؟ لا يمكن أن يكون هذا بدل. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في حديث ثوبان عند أصحاب السنن بسند صحيح، قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الأمم تداعى عليكم كل واحد كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تعال كل، تعال كل، تعال كل، تعال كل، هكذا تداعى الأكلة على القصعة. كذلك الأمم تتداعى على أمة الإسلام، تعال هنا نفط، تعال هنا غاز، تعال هنا كذا، تعال هنا كذا، والأمم كلها تحارب أمة المسلمين. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ماذا يحصل فينا ذلك؟ هل نحن يومئذ قليل؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، السيل الذي يحمل معه الأوراق المتساقطة والجافة، لا تقاوموا هذه الأوراق، لا تقاوموا، لأنها ميتة، ليس فيها أي روح. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولينزعن من صدور عدوكم المهابة، ولينزعن من صدور عدوكم المهابة. فقلت: السبب الذي جعلنا هكذا هو أننا لم نلزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تجد بيننا شحناء في مساجدنا، وتجد بيننا شحناء في أمتنا الموسعة. في الأمة كثير من أبناء جلدتنا يسبون الذين يجاهدون أعداء الدين. طيب، لو سب المجاهدون، لو سبهم أعداء الدين لفهموا لماذا؟ لأنهم يضربون مصالحهم ويدافعون عن الإسلام والمسلمين. لكن لماذا يسب بنو جلدتنا المجاهدين؟ ماذا يسبون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة المجاهدين وأن يخيب في المشركين آمالهم. فقلت: لماذا يسب بنو جلدتنا المجاهدين؟ تجد أمرا عجيبا لا تسمعه إلا حتى في مسائل الإعلام: التطرف، التخلف، التزمت، الإرهاب، الرجعي، الظلمي، وهلم جرى هذه الوصايا. لا يسمون الأشياء بأسمائها الشرعية. رب العالمين سمى هؤلاء المجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله، هل قال والمتطرفون؟ هل قال والمتزمتون؟ هل قال والرجعيون؟ هل قال والظلاميون؟ هل قال والإرهابيون؟ هل قال والمتخلفون؟ قال والمجاهدون في سبيل الله. فلماذا لا نسميهم بما سماهم به رب العالمين؟ المجاهدون في سبيل الله.
ماذا نسمي بهذا الاسم؟ أرأيتم الفرقة التي جعلها الأعداء بين أهل الإسلام يحرصون على أن يفرقوا بين الذين لا يجاهدون والذين يجاهدون، يحرصون في المسجد على أن يفرقوا بين الكهول والشباب، يحرصون في الحي على أن يفرقوا بين طبقة وطبقة حتى يسربوا مخططاتهم وما يريدونه. وهذه العداوة إخوتاه إياكم أن تنسوها فإنها حتمية. كثير من الناس يأتينا بطرح عجيب، السلم العام والمحبة العامة الإنسانية الشاملة، هذا الأمر لا يستقيم بتاتا ولن يحصل بتاتا إلا بعد نزول نبي الله عيسى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتلقى الأمانة على الأرض فيرتع الإبل مع الأسود والنمار مع الأبقار والغنم مع الذئب وتلعب الصبيان بالحياة لا تضره، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. هذه فقط الحالة التي يكون فيها السلام شامل. أما بقية الأزمنة فإن أهل الكفر سيبقون يكيدون للإسلام والمسلمين. من منا لا يصدق القرآن؟ يقول الله عز وجل في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء القوم لن يتركونا إلا إذا كفروا، إذا اتبعنا ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا عظمة هذا الدين، يعلمون يقينا عظمة هذا الدين، فيحسدونك على إسلامك العظيم، يحسدونك على إسلامك العظيم فيكيدون لك. هذا الإسلام أخي الحبيب عظمته أذهلت الناس جميعا، فمنهم من أقر وأسلم ومنهم من استكبر وعاند. دينك أخي الحبيب يعتني بك مذ أن كنت نطفة في صلب أبيك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما شيء جنب الشيطان. انظر كيف يعتني بك الإسلام وأنت في صلب أبيك، يعلم أباك كيف يتلو أذكارا تجنبك الشيطان إن كتب لك أن تعلق في رحم أمك. ثم بعد ذلك تجد دين الله عز وجل يعتني بك وأنت صبي، فيعلم الإسلام أباك كيف يحسن اختيار اسمك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء السيئة، ويعلم الإسلام أباك كيف يحنكك، أن ينظر شيئا من التمر ويضعه في ذيك، وفي هذا من الفوائد الجنة التي تفيد المولود الشيء الكثير. فالإسلام يعتني بك في رحم أمك بل في صلب أبيك، والإسلام يعتني بك عند ولادتك، والإسلام يعتني بك في كل مراحل حياتك. ليس ثمة أمر تحتاجه في حياتك لم يبينه لك الإسلام. تحتاج أن تأكل، بين لك الإسلام أحكام الأطعمة، بين لك الإسلام أحكام الأطعمة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا مثال. تحتاج أن تنام، بين لك الإسلام كيف تنام، كيف تتوضأ، يا رب تنام على شكلك دائما تتوضأ قبل نومك وهكذا. تحتاج أن تتزوج، بين لك الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الزواج. تحتاج أن تتبايع، بين لك الإسلام أحكام البيوع، وأحل الله البيع وحرم الربا. تحتاج أن تتقاضى، بين الإسلام أحكام القضاء، وأن احكم بينهم بما أنزل الله،
وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. حصلت جناية في بلدة أو في حي أو في قرية، بين لك الإسلام أحكام الجنايات، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. حصلت جريمة سرقة، بين الله في كتابه حكم السارق. حصلت جريمة زنا، بين الله ذلك. وهكذا ليس ثمة أمر تحتاجه في حياتك إلا بينه الله سبحانه وتعالى لك. ثم أنت ميت لا محالة، فبين الله لأهل الإسلام ما يفعلونه بأمواتهم، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. والله عز وجل يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بين الله كيف يفعل المسلمون بأمواتهم. هذا في ولادتك أو في صلب ولادتك، حياتك، موتك، وبين لك الإسلام تحتاجه في أمر دينك، وبين لك عقيدتك، وبين لك وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، بين لك الإسلام أحكام الطهارة، بين لك الإسلام أحكام الصلاة، بين لك الإسلام أحكام الصيام، بين لك الإسلام أحكام الزكاة، بين لك الإسلام أحكام الحج والعمرة، وهكذا ليس ثمة أمر تحتاجه إلا بينه لك الإسلام. طيب ماذا نفعل نحن؟ نأخذ الإسلام برمته، نقيه وراء ظهورنا ونتبع من؟ نتبع الغرب، نتبع أهل الإشراق، نتبع أهل الكتاب، نتبع الطاهر العداد، من نتبع؟ نترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع غيره؟ دينك العظيم هذا أخي الحبيب هو الذي يثير حسد أعدائك، فيحرصون على أن نتناحر فيما بيننا حتى نفشل وتذهب ريحنا حسدا من عند أنفسهم على إسلامنا العظيم. يحسدونك، وحق لهم أن يحسدوك، لأنك على نعمة عظيمة، وكل صاحب نعمة محسود، كل صاحب نعمة محسود، وأنت على نعمة عظيمة، أنت على نعمة عظيمة. فإخوتي في الله، بارك الله فيكم، احذروا من أن تصدق فيكم مؤامرة عدوكم فيفرق الشيطان بيننا، يحدث فينا الفرقة، يحدث فينا الشباب، يحدث فينا المؤامرات، يحدث فينا البغض والشحناء وما إلى ذلك. هذا أمر يحرق الدين حلقة. وجاء في أثر إحدى الحالقة، قيل: وما الحالقة يا رسول الله؟ قال: الشحناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي المسجد نتأدب بآداب الإسلام، نحترم كبيرنا ونعطف على صغيرنا، نتراحم فيما بيننا، نوقر مشايخنا ومدرسينا، ننهل من علمهم، نحرص على أن ننشر الخير خارج المسجد، نحرص على أن ننشر الخير خارج المسجد. ينبغي أن ينبغي أناس لكل دور، ما ذكرناه من هذه الأدوار كلها، ينبغي أن ينبغي لها أناس يتخصصون في قسم للدعوة، قسم للعمل الاجتماعي، قسم للعمل المجال الحافظية في المسجد، قسم للنظافة المسجد والاعتناء بالمسجد، وهكذا حتى يخرج الخير العظيم خارج المسجد فتدركنا رحمة الله عز وجل، تدركنا رحمة الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله قبل الختام أن يلهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم اهدنا واهتدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهد شيبنا واهد كهولنا واهد شبابنا واهد أطفالنا، اللهم اهد رجالنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بالصلاة.
الصهاينة الغاصبين. اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم وحد صفوفهم وثبت قلوبهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اغفر لذنوبنا. اللهم اغفر جميع ذنوبنا. اللهم اغفر جميع ذنوبنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والشتات. اللهم وحد صفوف المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوف المسلمين على الحق يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما لنا رب سواه.